عندهم كبسه امبارح على تجار سلاح، رفاعي استشهد وزناتي اتصاب. حد غيرهم جرى له حاجه؟ لا يا فندم. الواد زناتي فين دلوقتي؟ في المستشفى. طب يلا بينا. على فين يا باشا؟ زياره المريض واجبه برضه، ده واحد من رجالتنا. لا ايه؟ ماشي يا باشا. دلع سلامه زناتي. الحمد لله جت سليمه. الله يسلم عمر سعادتك يا باشا، ده احنا زرنا النبي. والله سعادتك قولي لك عليا حلفان لو اعرف ان سعادتك هتشرفني بالزياره دي كنت ضربت نفسي بالنار من زمان. يعني انت اللي ضربت نفسك بالنار ولا ايه؟ لا باشا انا ما اقصدش لا مؤاخذه، انا قصدي يعني لو اعرف ان سعادتك هتشرفني بالزياره دي كنت ضربت نفسي بالنار. يا سيدي اهو من غير ضرب نار، ان شاء الله الفتره اللي جايه هنشوف بعض كتير قوي. اتشرف بسعادتك يا باشا طبعا. تسلم يا زناتي. اه بالمناسبه بقاء لله في رفاعي قالوا لي انه كان صاحبك وحبيبك قوي. ايه اللي كان صاحبي يا باشا؟ ده كان اكتر من اخويا. الله يرحمك يا رفاعي. والله يا باشا اوريك عليا حلفان ما مصبرني على المصيبه السوداء دي غير انه مات شهيد. زمانه متهني في الجنه ونعمها. ربنا يكتبها لنا. ولا انت ما تحبش نهايتك تبقى زي نهايه رفاعي؟ اعوذ بالله يا باشا. ربنا ينولها لنا وانا طول. يا رب. المهم احكي لي بقى ايه اللي حصل. اقول لسعادتك يا باشا. احنا نزلنا المأمورية وتحركنا زي ما طارق بيه حاطط الخطة بالظبط. طارق بيه ده ابن حلال قوي، واضح انه بيحبك. وانا والله يا باشا ربنا يعلم انا بحبه زي اخويا الكبير تمام. المهم كمل. بس سعادتك اتحركنا من المرحوم رفاعي، دخلنا زوق ضلمة كده ومشينا جنب الحيط عشان نوصل في اخره للسور، السور بتاع البيت لا مؤاخذة يعني، وننط جوه لحد ما بقيه الرجاله يحصلونا من الناحيه الثانيه. وكان قرار مين بقى انكم انت ورفاعي تخشوا من الزقاق؟ ما انا قلت لسعادتك يعني طارق بيه هو بيحط الخطه. ايوه يعني هو كان قرارك انت ولا قرار رفاعي ولا قرار كنتوا الاثنين ولا قرار طارق بيه؟ يعني سعادتك هو يعني كان قراري وقرار طارق بيه، بس سعادتك طارق بيه ليه طريقه معينه كده يعني في الشغل، يعني بيفكر مع رجالته بصوت عالي عشان نوصل لاحسن نتيجه يعني. ديمقراطيه يعني. على فكره الديمقراطيه حلوه قوي في الشغل. قلت لك انه بيحبك وبيثق فيك وبياخد رايك اهو في كل حاجه. وبعدين؟ بس سعادتك اول ما اتحركنا والمرحوم رفاعي في الزوق الضلمه ابتدى ضرب النار من الناحيه الثانيه، مشينا جنب الحيط عشان ما حدش يحس بينا. بعدها طلع في الضلمه كده عيل من عيال المعلم ابو سنه ولاد الحرام وضرب رفاعي بالنار وجري في الضلمه على غفله. يا ساتر على غفله؟ طب انت عملت ايه؟ انا طبعا اتخذت سعادتك اول ما شفت المرحوم الله يرحمه سايح في دمه ما بقتش عارف اعمل ايه. فاهمك يا زناتي. وبعدين؟ قلبت فيه يمين وشمال لقيته قاطع النفس يا ولدها، عرفت انه قبل وجه كريم. قمت اضرب نار بشكل عشوائي كده في الضلمه. الواد كان خفي في الضلمه الدنيا ككح لسعادتك. طب وانت اتصبت ازاي؟ ما انا هكمل لسعادتك جاي لك في الكلام اهو. تعال انا مستنيك. وانا ماشي سعادتك كده طلع عليا في الضلمه عيل تاني. ده واد تاني غير الواد الاولاني اللي ضرب رفاعي بالنار. سعادتك دوك هخف في الضلمه معرفش راح فين مصيبه. باب الحرام. كمل يا زناتي وبعدين. المهم سعادتك من هنا وقعنا في الارض لما الواد نط عليا في الضلمه والطبانجه وقعت من ايدي. هو شد وانا شد وكان في فرد بلدي لما وظف ايده راح ضربني بالنار. سحت في دمي وهو جري ورا زميلي. باب الحرام. كمل يا زناتي وبعدين. بس سعادتك حاولت اوقف النزيف لحد ما الرجاله جولي. على كده بقى العيال دول اللي اتمسكوا مع العيال اللي اتمسكوا في بيت ابو سنه. هربوا ولاد الحرام، في رجاله كتير هربت يا باشا. هم ولاد الحرام صحيح. هيعرفوا يهربوا اكيد. مش فاهم مؤاخذة سعادتك. يعني اللي يعرفوا يقتلوا رفاعي ويضربوه بالنار اكيد ولاد هرمة ولاد حرام. ولاد الحرام دول اكيد هيعرفوا يهربوا. بس هيروحوا فين يا باشا؟ ورحمة رفاعي مع سابهم وهجيبهم واخد طاري منهم. واخد طار رفاعي كمان. اصلك ما تعرفش يا باشا وكان بالنسبة لي ايه؟ كان اكتر من اخويا. الله يرحمك يا رفاعي. الله يرحمه. الحمد لله على السلامه يا ماما. الله يسلمك يا حبيبتي. والله البيت كان مظلم من غيرك. انا افتكرتك هتقعدي مع سامح شويه. اكتر من كده يا دوبك يا بنتي، انا من ساعه ما خلصت العمره وانا قلت يا دوبك بقى انا عايزه انزل مصر وحشتني قوي، وبعدين كمان ما يصحش اسيبك في الظروف اللي زي دي. ظروف؟ ظروف ايه؟ بسم النبي حرص وسليم.
واحنا مالنا مال سليم؟ مش هرب؟ اضمن منين انا بقى انه ما يتعرض لكيش؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ ما هو مجرم. اولا سليم مش مجرم، ثانيا مش معنى ان انت مش بتحبيه انك تصدقي عنه اي حاجه تتقال. الناس كلها بتقول كده مش انا، انه هو مجرم وقتل قتله كمان. كذب وظلم بقى. انت عايزاني اكذب كل الناس واصدق ابن ناديه؟ والله يا فريده ده لو كان ساحر لك ما هتدافعي عنه بالطريقه دي. يا ماما يا ماما، انت عاشرتي سليم ومربياه من وهو صغير، ما ينفعش تصدقي ان هو يعمل حاجه زي كده. ولما هو بريء ومظلوم هرب ليه؟ علشان ما كانش عنده حل تاني. ولا انت عايزاه يقف يتفرج على نفسه لحد ما حبل المشنقه يتلف حوالين رقبته؟ فريده، هو المخفي ده كلمك؟ لا طبعا. امال انت جبتي الكلام ده منين؟ من جوايا يا ماما، من نفسي، من عشرتي لسليم ومعرفتي بيه، من الايام والسنين، من واحنا صغيرين لحد ما كبرنا مع بعض، من الخير اللي ساعدنا بيه مامته انا وهو، من جمايله اللي مغرقه الكبير قبل الصغير، واولهم احنا. سامح اخوكي، عنده حق، احنا فعلا ما ينفعش نسيبك لوحدك اكتر من كده. تفتكر يا ست اللواء ان كل اللي بيحصل ده مجرد صدفه؟ يعني صدفه ان رفاعي هو الوحيد اللي يموت من الرجاله في الحمله دي، وان زنات يبقى موجود برضه صدفه؟ ده واد كذاب وملاوع، كذاب وملاوع وبتاع ثلاث ورقات. فاكر يا ست اللواء؟ فاكر زمان يا ست اللواء لما كنت بتقول لي يكاد المريب ان يقول خذوني اهو الواد ده؟ لا وإيه؟ كلمة متستف قوي. بس تفتكر يا ست اللواء انهم هم اللي بيعملوا كل الحاجات دي وبيرموها على سليم عشان يداروا على حاجات تانية، يطرمخوا على الموضوع كله ويلبسوها في الآخر لسليم؟ عارف، عارف يا ست اللواء، أنا أحياناً بسرح بذهني كده وبتخيل إن سليم هو اللي بيقتل كل الشهود اللي شاهدوا ضده، بس اكتشفت إن ده فيلم هندي مش راكبة يعني معايا. ده احنا مستنيين النيابة والطب الشرعي اللي أنا متأكد إنهم مش هيجيبوا أي نتيجة إيجابية. عارف يا ست اللواء، أنا إيه اللي سخنني قوي على سليم وخليني مصر إن أقبض عليه وأقدمه للمحاكمة؟ أنا شايف إنه شبه اللي ظلمك زمان، لكن بعد ما اتأكدت إنه مظلوم قررت أحط إيدي في إيده وأفضل معاه لحد ما أثبت براءته، عشان اللي حصل لك زمان ما يحصلش لأي حد تاني.